الشرطة البريطانية تترقب أي بلاغ أو تحذير من أي تهديد جديد مهما كان شكله، فسيكون كافياً لحشد كل هذه الأعداد من رجالها، بل وحتى استدعاء قوات الجيش. هذا هو حال الشرطة البريطانية منذ تفجيرات الاثنين الماضي، مداهمات مستمرة وتحركات دؤوبة لجمع معلومات أو أدلة جديدة عن مجريات التحقيق. أود أن أطمئن الناس أن الاعتقالات التي قمنا بها هامة، وقد كشفت عمليات البحث الأولية مواد نعتقد أنها مهمة جدا للتحقيق. ستستغرق عملية البحث هذه عدة أيام، لذلك سيكون هناك بعض التعطيل المؤقت في بعض الأماكن. مانشستر كانت على موعد أيضا من الملكة إليزابيث الثانية التي زارت مستشفى الأطفال واطلعت على حال الجرحى في واحدة من ثمان مستشفيات ما زالت تقدم العلاج لعشرات الجرحى جراء الهجوم. وسط المدينة تتزايد أعداد المتوفدين لتقديم التعازي، وسط دموع الحزن على من ذهبوا ضحية للهجوم، ولسان حالهم هو التضامن في مواجهة الإرهاب. فهنا كما باقي المدن البريطانية وقف المواطنون دقيقة صمت إحياء لذكرى من قتلوا وسط غضب وحزن كبير. جئت هنا لأنني أريد أن أكون مع الآخرين من المدينة التي أحبها. الأمر صعب بالنسبة لي، ولكني أحضرت بعض الزهور من حديقتي. جئت هنا ووضعت أكاليل الزهور. الأمر مؤثر جداً أن أرى رسائل التعازي والحزن على الوجوه. السلطات البريطانية واصلت نشر مزيد من أفراد الشرطة والجيش المسلح في البلاد مع بقاء حالة التأهب عند أقصى درجاتها. جياب أبو صفية، سكاي نيوز عربية، مانشستر.